كما لا تفوت من الفرصه ان نرحب بالسيد المقدم سعياد ممثل السلطه الذي زاد معنا هذا الجمع المبارك. اخوان الكرام، تبارك الله الاخوان ديالكم كانوا واحد الخرجه تقليديه اجتمعنا وكانت من اجل تقطيع النفس من خلال هذا الجمع المبارك. كذلك كانت ناقشت الفكره ديال الجانب القانوني ديال هذا الموضوع ومن خلاله ديال التنسيق الجمعيه وناقشت عده اشياء، ومن ثم تم تشكيل واحد اللجنه تحضيريه على اساس تهيئه القضيه وتوجد لنا الجانب القانوني والمسائل الضروريه لانشاء هذه الجمعيه حتى نكون منطقيين مع انفسنا وقانونيين وحتى تزداد هذه الجمعيه طبقا للمساطير الجاريه فيها العام. فالاخوان ديالكم مشكورين ديال اللجنه التحضيريه اللي غنذكركم بها، اليوم الاخ شهوب سعيد الشوط والاخ الرفاعي والاخ خبيري حسن. هاد الاخوان هادو اللي اشتغلوا طيله واحد العدد ديال الايام وبدوا واحد المجهود كبير معية باقي الاخوان ديالهم، كانت مشاورة متعددة وغادي نعطيهم كلمة باش يقولوا لنا شنو وجدوا لنا وشنو حضروا لنا. فليتفضل مشكورة سي خبيري باش